الكرة على القائمة الثاني. أوه جوان والهدف، أوه الهدف، جول غريكو. لاروما تعود من بعيد، سيموني لوري عفوا هو الذي سجل الهدف الثالث لفريق لاروما. المدافع الاحتياطي اللي دخل منذ حين 5-4-3 قبل نهاية المباراة بعشر دقائق يبعث اللقاء من جاي من جديد. من تعرف إذا تذكروا ماذا قلت لكم عندما سجل إيتو الهدف الرابع، قلت لكم بأن المباراة لم تنتهي وروما قادر يرجع. لو يعود روما في المباراة ويعدل النتيجة، لو يعود روما في المباراة ويعدل النتيجة ستكون المباراة هذه تاريخية، لأنه ما زال نتذكر بأن